تنفيذا للتعليمات الصادرة من القيادة العامة واللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، باشرت الأجهزة الأمنية بمدينة سرت بتطبيق حظر التجوال داخل المدينة، وذلك لمجابهة الوباء الذي بدأ يتفشى يوما بعد يوم في البلاد. وبدأت ساعات حظر التجوال بحسب ما أقرته اللجنة العليا لمكافحة كورونا بإغلاق كافة الأنشطة التجارية والخدمية باستثناء المحل الصغير داخل الأحياء ومحلات مواد التنظيف ومصانع مياه الشرب والمخابز، وتفتح من الساعة 7 صباحا إلى 3 مساء، على أن تبقى الصيدليات والعيادات العامة والخاصة مستثناة من الحظر. استجابة المواطنين الحمد لله، مواطن مستجيب لكافة التعليمات وتوصيات اللجنة العليا لمكافحة كورونا، حفاظا على سلامته وحفاظا على سلامة أسرته وحفاظا على سلامة المدينة بالكامل. المدينة بالكامل استجابت للتعليمات ونفذتها بحذافيرها، والحمد لله نقول إن شاء الله القادم أحسن بإذن الله. الوباء هذا فتاك، حافظ على نفسك، حافظ على أسرتك، حافظ على عائلتك، على أمك، أبوك، أخوك، أبنائك. التزام بالحظر والتباعد الاجتماعي وفق التوصيات اللجنة الطبية. وطلبت اللجنة بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الوباء، من بينها حظر التجوال وعدم التجمعات وإقامة المناسبات. وتابعت الأجهزة الأمنية عملها داخل مدينة سرت، وبينت لنا المشاهد الانضباط والعمل الدؤوب الذي تقوم به في حرصها المتواصل على تنفيذ التعليمات الصادرة إليها وحفاظا على سلامة المواطنين من خطر الفيروس الذي أصبح حديث العالم. فيما بينت المشاهد أيضا التزام المواطنين بقرار حظر التجوال للحفاظ على سلامتهم من هذا الوباء واتباعهم للإرشادات والتعليمات الموجهة إليهم.